يا مساء الورد ويا مساء الفل ويا مساء الجمال على كل مشاهدينا مشاهدي اون تايم سبورتس كل مكان، واهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقه جديده من سوبر ليج، ويوم وحلقه باذن الله تكون استثنائيه لانه الاحداث كتير والفرحه كبيره. جمهور الاهلي ليله امبارح ما جاليش نوم، واحنا لسه في اول يوم بنفرح بدوري ابطال افريقيا بالنسبه لجماهير الاهلي اللي احتفلت امبارح بلقب غالي جدا ومعقد الى اقصى درجه، وليه حق جمهور الاهلي بعد كل اللي حصل بكل المشاهد انه يفرح وانه يعيش ساعات وايام من الفرحه. بس خد بالك ان جمهور الاهلي ما بيشوفش ده، دايما يشوف اللي بعديه. ال 12 جايه امتى؟ كاس العالم هنعمل ايه؟ يتوقف جمهور الاهلي عند حاله الفرحه سريعا جدا لانه دايما الاهداف لا تنتهي. حلقه النهارده مقسمه ما بين انجاز الاهلي بتحقيق دوري ابطال افريقيا للمره ال 11، ما بين انجاز مانشستر سيتي بتحقيق الشامبيونز ليج الاوروبي للمره الاولى، ما بين الوداد اللي حواليه كلام كتير مفاجئ من امبارح لحد النهارده، وبينهم شويه موضوعات لطيفه وخفيفه كما عودنا حضراتكم، والجزء الثاني مع صديقنا العزيز عمر عبد الله محلل اون تايم سبورتس في حلقه تكون باذن الله استثنائيه. لكن قبل ذلك لازم كلنا نعدي ونفتكر ونشوف احتفالات وليلة كتير، لانه الاحتفال ما ينسكش اللي جاي، والاحتفال لازم تقف عنده ولازم تشوف ايه اللي حصل في الاهلي كويس، ولازم يكون في حاله من الادراك انه اللي بيحصل ده بيحصل ليه، والمستقبل شكله اخباره ايه بالنسبه ليه الاهلي. اول حاجه عايز اتكلم عنها انه ايه اللي حصل امبارح، ايه اللي حصل في المباراه، واللي حصل ده بمعنى انه اي تفصيله صغيره كان ممكن تلخبط الدنيا، كان ممكن ما تجيبش الجون، كان ممكن بعد ما جبت الجون يخش فيه الجون، لكن ايه اللحظه اللي كانت فاصله عند الاهلي؟ عايز اقف مع حضراتكم مع مشهد ما خدش حقه. والكلام على عبد المنعم والكلام على بيرستاو والكلام على اللعيبه والكلام على الاجواء والكلام على الهدف خليه على جنب، لانه انا بالنسبه لي لقطه عمرو السوليه هو المشهد رقم واحد في انتصار الاهلي على الوداد. ايه اللي حصل؟ الشماريخ اضرب، وكل الشكر كل الشكر لجمهور الوداد انه عمل العمله دي، لانه في النهايه جابت اثر سلبي كليا، وهنشوف مع بعض. شماريخ اتضربت، الحكم بيوقف المباراه بيشوف ايه اللي حصل في الوقت اللي لعيبه الاهلي بتتمركز في نص الملعب وعلى الاطراف وبيجمعوا بعض، وبيبدا عمرو السوليه يتكلم مع اللعيبه في نص الملعب. ده المشهد رقم واحد والصوره اللي بالنسبه لي كانت مهمه جدا مع وجود حاله التغييرات. وحالة التغييرات هنا شهدت انه الاهلي تحول في شكله التكتيكي الى 4-2-3-1. ثم بعد اللقطة دي اول هجمة للاهلي نغير، ده الشكل اللي قرر مارسيل كولر انه يبدأ يتعامل بيه مع ما تبقى من المباراة، اللي هو ايه؟ اللي هو انت قدام دفاع متكتل، وجود اي لعيبة في العمق ليس له داعي، افتح الملعب واتحرك واقطع للعمق في المنطقة ما بين الظهير وقلب الدفاع، هو ده الحل. فهاني يفتح ناحية اليمين خالص، الصورة اللي بعدها تيجي له الكورة معكوسة ياخدها فيرست تايم في شكل كويس، نبدل شكل كويس، لكن ما دون ذلك كان الموضوع هنا شكله متغير. التانية محمد شريف فاتح ناحية الشمال
عامل الدرفتنج وسايب العمق فاضي علشان يروح ويستلم، اللي بعدها يستلم محمد شريف ويخش جوه ال 18 وتحصل في الكوره مخالفه وتروح الى ضربه ركنيه. دي بقى مهمه جدا. ليه؟ الضربه الركنيه دي بعدها جه الهدف على طول، وملعوبه هنا على الايمن القريب بنفس الكيفيه تقريبا اللي هتيجي بيها كره الجون، تتلعب على الايمن القريب ويشيلها دفاع الوداد ويخرج الكوره في لقطه بتوضح انه ستايل الاهلي هيكون في الكورنر عامل كده. تبص على بعدها تلاقي كل ما سبق بيتكرر، اللي هو ايه؟ العمق بيرستاو اللي رايح، محمد شريف هو اللي قاطع علشان يخش ما بين الظهير والجناح، الباس يجي بشكل ممتاز عند محمد شريف وتروح الكورة وتخرج إلى أحلى وأجمل وأمتع ضربة ركنية في تاريخ الأهلي الحديث في 2023، علشان اللقطة الركنية أو الضربة الركنية يسجل فيها الأهلي هدف الفوز أو الهدف اللي خلى نتيجة 1-1 ويحصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا. بعد اللقطة دي مهم أنك تبص على رد الفعل، وهنا كلام مهم جدا. الوداد لو كان بعد هدفه قرر انه يضغط، انا على ثقه كامله انه كان يقدر يعمل افضل من كده بكتير، وكان ممكن يسجل هدف تاني. لكن اللي الوداد ما عملوش الاهلي عمله، لانه بعد الهدف مباشره الاهلي بيضغط بثلاث لعيبه، هستغل ان انت بدنيا وقعت ومش هخليك تطلع بالكوره اصلا من عند نص ملعبك. ثلاثه بيضغطوا على حمل الكوره، واثنين متراقبين مراقبه لصيقه جدا خلت الوداد مخنوق في مساله الخروج بالكوره. وصاحب ده ان كل التحيه للاهلي اللي بدنيا واقف على رجليه، وكل التحيه للكابتن وليد صلاح الدين الوحيد تقريبا اللي قال انه الاهلي ما كانش عنده مشكله بدنيه في الذهاب وهتشوفوا في العوده ايه اللي هيحصل، وده اللي حصل. اللي بعدها من تاني الاهلي بيعمل نفس التريك في الضربه الركنيه، لكن خلاص دفاع الوداد بقى واقف وحافظ وشايف. ثم ما تبقى من المباراة هو عبارة عن انه الوداد بيحاول يطلع بالكورة، الصورة اللي بعدها، حاول يطلع بالكورة الوداد والضغط موجود من كل لاعبة الاهلي، حتى ديانج كان رايح في اخر كورة واخر هجمة هو اللي بيضغط على حارس المرمى يوسف المطيع. بدأ الامر عندما انطلقت الشماريخ، وصل عمرو السولية واحدث الفارق كقائد وكموزع للعبة في نص الملعب، تحركت اللعيبة بعيد عن منطقة الجزاء، اتفتح الملعب، سجل الاهلي من كورنر محفوظ لا توجد فيه اي نسبه عشوائيه. ثم بعد ذلك الاهلي ضغط بالشكل اللي كان لازم يبدا فيه من الاول، ودي اللي هقف عندها. نحتفل ونسقف ونشيد وكل حاجه، لكن تقف عند حاجه مهمه جدا علشان اللي جاي. كولر في المؤتمر الصحفي ده وفي المؤتمر الصحفي بتاع الذهاب قال نفس الجمله، يا جماعة أنا قلت للعيبة من فضلكم الضغط من قدام شوية، ما ينفعش نرجع كلنا لحد آخر الملعب. لما مدير فني يقول الجملة دي مرة واتنين في ماتشين بتوع النهائي، واللي هو بيقوله ما يحصلش، يبقى مش مشكلة اللعيبة. كان يحتاج الأمر من مارسيل كولر اللي نجح في أغلب اختباراته مع الأهلي إلى أنك تتحول لجوارديولا في مباراة الإنتر. صريخ طول الوقت، زعيق طول الوقت، نرفزة طول الوقت. محمد عمارة زميلنا هنا طبعا في أون تايم سبورتس ومحللنا في الاستوديو لقط لقطتين لكولر وهو بيكلم مع علي معلول، بس لا يكفي. كمدير فني طالما أنك قلت حاجة ما بتحصلش قوم وقف وزعق. كولر سويسري محترم جميل ابن ناس يوجه وشيك في التعامل مع الإعلام ومع الصحافة، ودي ميزة ما كانتش عند موسيماني. لكن احيانا لانها ما كانتش تستحمل، ثلاث ضربات حره على اعلى مستوى امبارح كلهم في حلقه جون، فبنقول ده علشان اللي جاي. لكن ما فعله الاهلي من الدقيقه 70 وحتى نهايه المباراه كان امر عظيم جدا، وده رقم واحد. رقم اثنين، الاهلي وصل للقمه، القمه محليا، القمه افريقيا، الصعود لكاس العالم. لكن مهم وانت بتشوف النجاح في ارض الملعب والنجاح الاداري انك تعرف اللي بيحصل ده حصل ليه. وتعالوا هنا وبشكر صديقي العزيز طبعا ورئيس تحريرنا احمد خيري على اللي جاي ده، لان الراجل جمع داتا محترمه جدا بناء على تصريحات
من كابتن محمد شوقي من اسبوعين تقريبا مع مجموعه من الصحفيين ومع مراسلينا. جمعنا لحضراتكم كل الداتا اللي اتقالت حرفيا علشان تعرف الاهلي بيجيب فلوس منين والاهلي رايح على فين ماديا. نبص مع بعض. اولا فيما يتعلق باستثمار الاهلي وحقوق الرعايه وملف رعايه الاهلي من خلال التعامل مع شركه المتحده اللي هي المسوق الحصري للاهلي، هذا ما حدث. ملف الرعاية من خلال التعامل مع شركة المتحدة المسوق الحصري للأهلي وصل الأهلي لعقود مالية بأرقام جيدة قاربت على المليار، واحفظ المليار ده عشان هنعوزه بعدين. مليار ونصف المليار في خلال 4 سنوات. كويس؟ النادي استثمر مليار و600 مليون جنيه تقريبا، والمتوقع أنه يحصل على أرباح توصل لـ 4.8 مليار جنيه بشكل إجمالي من حيث كل المدخلات، ومنها تخطي حاجز الملياري جنيه من عقود الرعاية والبث فقط لغير. يعني عقود رعاية وبس الأهلي هيكسر مليارين. مليارين. كويس؟ الأهلي عنده 7 سبونسرز. النادي عايز رعاة جدد. لكن لأنه بسم الله ما شاء الله اللهم لا حسد، التيشيرت متغرق رعاة وما عادش فيه خرم إبرة تحط فيه أي لوجو. فالأهلي وافق على أنه الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين من 70 ل 100 مليون من خلال رعاة يتحطوا على السيارة الرسمية للنادي الأهلي، المشروب الرسمي للنادي الأهلي، وعدد من الشركات هتبدأ تحط إعلانات بذكاء شديد جدا. وصل الأمر إلى أنه دلوقتي في الوقت الحالي في عرض للأهلي جاي من شركة مشروبات غازية شهيرة تحاول الحصول على رعاية قميص النادي بتاع التدريب خلال الفترة اللي جاية، لأنه المكان الأساسي ما فيهوش مكان. فالعرض اللي جاي للأهلي من شركة مشروبات غازية إنه رعاية القميص التدريب 4 سنين مقابل 60 مليون جنيه، وما تزال المفاوضات جارية. فلما تيجي تصرف ولما تيجي تجيب لعيبة ولما تفكر إنك تقول أصل الأهلي بيصرف براحته وبيجيله مكاسب كتير أكتر من الأندية التانية، تبقى عارف اللي جاي ده جاي منين. جاي منين؟ الانتقاد راح للأهلي زي ما راح لريال وبرشلونة في الدوري الأسباني على مدار سنين، أصل أنت بتاخد فلوس أكتر من بيت الأندية. طب ودول؟ ودول؟ فكرة بقى الذكاء في التسويق، إن أنا أسوق السيارة الرسمية للنادي الأهلي، المشروب الرسمي للنادي الأهلي، ده ملوش علاقة بأنت بتعمل إيه؟ له علاقة إن أنا قيمتي كده، فقيمتي هي اللي بقيس عليها كده. اللي بعده. بخلاف ده تعال أعرفك ما لم تعرفه وما لم تشاهده في مسألة فرع الأهلي في التجمع الخامس. فرع الأهلي في التجمع الخامس مفتوح ليه أصلا؟ وعمل إيه للأهلي في أول كام يوم؟ فرع التجمع ده الأهلي دفع فيه دم قلبه وما يزال بيدفع علشان المنشآت اللي طالعة جديد. لكن المكاسب هنا هي مكاسب مهمة، لأنه البلان المحطوط بيضمن للأهلي الوصول لأرقام معينة في وقت معين. نبص مع بعض. وفقا لتصريحات كابتن شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، فهناك خطط تسويقيه داخل النادي، دكتور احمد شوقي طبعا عضو مجلس الاداره، فهناك خطط تسويقيه داخل النادي الاهلي لجلب ارقام ماليه كبيره منها تسويق عضويات فرع التجمع. بمعنى العضويه الكامله للاهلي دلوقتي لكل فروعه بتكلف 850,000 جنيه، والنادي هيزود الفتره الجايه لانه حس ان في انديه في مصر اشتراكاتها اعلى من كده. وطبعا في تقسيط وفي شركات تمويل لمدة 10 سنين وعندك حاجة كتير جدا. اللي عايز يشترك في فرع واحد يدفع 250,000 جنيه كاش، ولو هتقسط تدفع أعلى. اللي جاية دي هي اللي خطيرة جدا، وعشان كده قلت لك خلي المليار معاك على جنب. الأهلي فتح فرع التجمع وهدفه 10,000 عضوية. النادي لحد النهاردة خد 4,000 من العشرة. ده معناه إيه؟ إنه 4,000 في 250,000، فمن يوم الافتتاح لحد النهارده الاهلي خد مليار. مليار. فتح فرع التجمع الخامس وصل مليار. مليار ده تدفع منه اقساطك لو سميناها اقساط، او المديونيات اللي عليك في المنشآت والحاجات اللي شبه كده، تجيب لك 2-3 لعيب على اعلى مستوى. فلما عقود رعايتك تستهدف المليارين ويجي لك مليار من العضويات، فتخش في 3 مليار وعندك التزام بانه بعد سنتين
توصل لفوق الاربعة مليار كده انت شغال صح، كده انت بتعلق لافتة في وش اي حد، انا بنجح لانه ده الايمج بتاعي وانا عندي قسم تسويق ياكل الزلط. ده المحور التاني اللي عندي في الاهلي. المحور التالت، انا وانت والمحللين والمذيعين واللي بيتفرج يشوف ان البطولات دي اسمها الدوري المصري الممتاز، كاس مصر، دوري ابطال افريقيا. يرى جمهور الاهلي الثلاث بطولات دول بمسمى التصفيات الافريقيه المؤهله الى كاس العالم للانديه. النهارده في الراديو جمهور بعت لي مسجات، فين ال 12 بقى؟ ليه مستعصيه علينا كده؟ هو احنا رايحين على فين؟ الاداره عملت اللي عليها تسويقيا، اللعيبه والمدير الفني والكل عمل اللي عليه. لكن زي ما انت تاريخك ما قبل 2000 غير تاريخك بعد 2000، لانك استغليت مساله نادي القرن في المقام الاول، نجاحاتك الافريقيه بعد كده انك تعمل مباريات وتجيب ريال مدريد وتجيب برشلونه وتجيب روما وتعمل 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 وتوصل الاهلي في مرحله. انت النهارده رايح لمانشستر سيتي حضرتك، ورايح لاتحاد جده، والجمهور ما عادش هيعتبر الدوري وافريقيا ده حاجه. فاذا انت مطالب في الوقت الحالي ان محترفينك يكونوا على قدر احداثك ونجاحاتك والطموحات اللي انت بتقولها للجمهور. والحاجه الثانيه يا اخي، انت قبل الالوان كنت بتجيب فرق اوروبا كلها مصر. توتنهام جه مصر، بنفيكا جه مصر، مونشنجلادباخ جه مصر، كل حاجه في مصر. ليه الاهلي ما ينظمش في الوقت الحالي؟ وبالمناسبه دوري ابطال افريقيا تحديدا الشناوي امبارح، اول لقاء معمول مع مين؟ كانال بلس. الشبكات الاوروبيه كلها تهتم بيك في دوري ابطال افريقيا في كاس الامم الافريقيه. وانا مش بقول تجيب الريال وبرشلونه وتدفع دم قلبك، هات ميلان يا اخي، هات نابولي، هات انتر، هات ليفربول، نيوكاسل، هات فرق تبقى قادر تدفع لها وتمشي الامور، هات بايرن ميونخ، هات دورتموند. محتاج ده، ومحتاج ان تسويقك يبدا يعلى اكتر واكتر وتمشي المسائل كلها في خطوط متوازيه. دي القيمه بتاعتك، فمن فضلك اوصل لده لانك دلوقتي قريب جدا. وخد بالك كاس عالم المره دي وكاس عالم المره الجايه دي فرص يا رب ما تكون الاخيره، لكنها الاخيره على الميداليه. لانك رايح ل 2025 اربعه من اوروبا جايين عليك بالباراشوت، اللي جاي من امريكا الجنوبيه، ويا رب فرقنا تكسب اي حد. لكن الواقع بيقول لو انت عشمان في ميداليه يبقى السنه دي والسنه اللي جايه هي اخر امالك علشان تقدر تعمل ده ويذكر في التاريخ ان الاهلي صاحب ميداليه ذهبيه او فضيه في المونديال وفي كاس العالم للانديه. ده اصبح مطلب ضروري والزامي بالنسبه لاداره الاهلي في المرحله القادمه. اوصل من الاهلي واروح عند الوداد، لكن عندنا شويه احتفالات بالنسبه لجماهير الاهلي وبالنسبه لاحتفالات اللعيبه اللي كانت موجوده. جاهز معانا يا جماعه الاحتفالات؟ طيب على عالم الفيديوهات تبقى جاهزه، تعالوا نروح لموضوع الوداد، لانه الحقيقه نادي الوداد اولا كل التحيه والتقدير ليه بدون نقاش. وفي نقطه مهمه جدا عند الوداد من امبارح للنهارده، الكلام في المغرب غريب، وانا بتشرف انه البرنامج ده مش البرنامج اللي بيتفرج عليه الجمهور المصري فقط لا غير. الحمد لله بفضل ربنا هذه القناه في المقام الاول، والبرنامج ده بيشاهده الجماهير على مستوى الوطن العربي. ده مش برنامج مصري، ده برنامج بيتفرج عليه كل الجمهور في الوطن العربي بكافه انتماءاته. حزين على اللي بيحصل في الوداد من امبارح. ليه؟ فرقه محترمه بمدرب محترم بجمهور يصحي اللي نايم من الصبح امبارح ولغايه اخر دقيقه بيشجع، فتيجي بعد المباراه الصحف المغربيه فجاه تتكلم انه فاندنبروك قصر، يكثر الكلام على انه الراجل يمشي او لا، يطلع الراجل في المؤتمر الصحفي ويرد ويقول انا مش هقدم استقالتي وفي حاجات لازم نصلحها، وتدور في الفلك. لف بينا يا دنيا في الفلك اللي انت كنت فيه بقالك شهور. من فضلك عد معايا بقى،
لعيبه متبدل عليها اربع مدربين وجامدين في ارض الملعب. مدرب جه في وقت صعب جدا صعب جدا يخليك تروح تلعب قدام صن داونز بره بالشكل ده وتصعد، وتلعب قدام الاهلي ذهابا وايابا وتفاصيل صغيره جدا هي اللي كانت الفرق بينك وبين اللقب، ورفاهيه في ارض الملعب مش عند اي فريق. انا عايزك تيجي تسال جمهور الاهلي النهارده، النهارده قول له مين في رايك افضل بديل لعلي معلول الفتره الجايه؟ من وسط كل عشرة هتلاقي سبعه بيقولوا يحيى عطيه الله. مفيش فريق عنده رفاهيه ان يكون عنده باك يمين زي العملود، ولا بلاي ميكر رغم انه بيتشتم كتير لكنه في النهايه لعيب جامد الحسوني، ولا رفاهيه مهاجم عملاق زي سامبو. انت مكون فرقه جامده جدا في ارض الملعب. لو انت بقى حاسس ان انت هتلعب نفس اللعبه وهتكسب فاعذرني، تجربت مع النفطي وجربت مع جريدو وجربت مع فاندنبروك. الراجل فاندنبروك ده بخلاف انه قرا كل المباريات بنجاح، وبخلاف انه عمل لك شكل واستمراريه سواء في افريقيا او في الدوري اللي انت كنت فيه بعيد او كاس العرش اللي انت لسه رايح فيها للرجاء، فالراجل ده قرا المباريات ووصلك لنقطه مع كامل الاحترام والتقدير للجمهور انت ما كنتش تحلم بده. الحاجه الثالثه بقى والاخيره، الوداد متأهل لكأس عالم أندية 2025 بصفته حامل لقب النسخة اللي فاتت. قدامك سنتين ابني فيهم فرقة صح بمدرب ياخد الحرية الكاملة في سوق انتقالات محترم، ويحيني ويحييك ربنا نتقابل في 2025 في نسخة جمهور الوداد يفخر بيها. لكن هتغير مرة واثنين وثلاثة وأربعة ونروح نجيب من هنا ونجيب من هنا ونجيب من هنا، ما ينفعش، لا يجوز بأي حال من الأحوال. وجهاز معاون وصدمات متكررة وكل هذا الأمر اللي قدمه الوداد يجب أن يفتخر بيه جمهور الوداد، لأنه اللي حصل كان كتير في أرض الملعب، ولأنه المسألة كانت تفاصيل صغيرة جدا. فأتمنى من هنا من موقعي، ولأني واحد بحب المغرب جدا في المقام الأول، ولأنه الوداد يستاهل أحسن من كده بكتير، أنه الوداد يحافظ على حالة الهدوء اللي موجودة في الوقت الحالي. طيب نطلع فاصل ونرجع من الفاصل ونخش على اجواء الشامبيونز ليج واجواء دوري ابطال اوروبا وتتويج مانشستر سيتي بلقب دوري الابطال. خليكم معنا. دوري ابطال اوروبا ومانشستر سيتي بيحصد لقب الشامبيونز ليج في تسلسل واضح وجميل ومدرسه. مدرسه في كيفيه الاستثمار، لانه بعيدا عن المليار اللي محير كل الدنيا، صرفوا مليار صرفوا مليار صرفوا مليار، لكن في النهايه الرحله من اولها لاخرها حلوه. التدرج في المدربين لغايه جوارديولا، التدرج في اللاعبين، خلق جماهيريه بره انجلترا دلوقتي بقت كبيرة جدا جدا، وروابط مشجعي السيتي في كل أنحاء العالم، صبر على المشروع أول بأول، كيفية الاستفادة القصوى من الصرف اللي أنت بتصرفه. وبالمناسبة وعلى ذكر موضوع الصرف، سيتي السنة اللي فاتت بايع لعيبة ب 100، شاري لعيبة ب 150 مليون وبايع ب 165. سيتي النهاردة الكلام على رياض محرز إنه يتباع للأهلي السعودي ب 50 مليون استرليني. سيتي ما عادش الفريق اللي بيصرف فقط لا غير، بل انه خلاص انا كونت وبنيت وعملت وفي النهايه بحصد ثمار اللي انا زرعته من سنين. جوارديولا والسيتي ما كانوش الافضل في مباراه الانتر في نهائي الشامبيونز ليج، لكنهم نجحوا في الشيء الاهم وهو كيفيه تحقيق الفوز. الانتر قدم مباراه مثاليه بدون ادنى شك، لكن في النهايه السيتي بناء على مجمل اعماله
عن كل التحضير عن كل مباريات الموسم، فهو استحق الحصول على دوري أبطال أوروبا. لكن كالعادة بيهمنا دايما الكواليس اللي موجودة في هذا السياق. تواجدنا في الشامبيونز ليج في أكثر من مناسبة، وكان صديقنا وليد الحديدي موجود في تركيا، وكان موجود الموسم اللي فات، وكنت موجود معاه في باريس. لكن الموسم ده كان واحد من زملائنا الصحفيين حذيفة حمزة. حذيفة كان موجود في المؤتمر الصحفي الخاص بجوارديولا، وكان موجود في المؤتمر الصحفي الخاص بجوارديولا، وكان موجود في التدريبات، وكان حاضر لكل شيء. صحينا الصبح لقينا انه في فيديو منتشر في العالم كله انه جوارديولا بيرد على فكره قوته التدريبيه بانه عشان عندي ميسي وعشان عندي هالاند. فلقينا صحفي قال له طب هو انت يعني بتطور اللعيبه دي ازاي وبتعمل ايه علشان يظهروا بالمستوى ده؟ فبدا يشرح له هو عمل ايه بالظبط مع ميسي وعمل ايه مع هالاند وازاي بينجح في تطوير اللعيبه. من كان هذا الصحفي اللي عمل الكلام ده؟ كان هو حذيفه حمزه، وده بيقول ما بين قوسين: ادي الصحفيين المصريين والعرب الفرصه ان هم يكونوا موجودين في المحافل الكبرى واتفرج. وان تايم هنا وسوبر ليج في اكثر من مناسبه كنا حاضرين، وفي اي ايفنت اون تايم سبورتس بتكون موجوده وحاضره، الشغل اللي بيطلع بيبقى شغل زي الفل. حذيفه معانا لسه في اسطنبول، حذيفه وهيكون موجود معانا. لكن نفرجكم الاول على اللقاء اللي حصل مع جوارديولا والسؤال اللي ساله ورد جوارديولا كان ايه، فنشوفه ونرجع نستقبله عبر زوم من اسطنبول. حذيفة يلمز from Arabic Post. Beb, in case you don't know, you are a source of inspiration for the Arab youth who are dreaming to be coaches one day. So I want to ask you, what are the main principles behind your success and what's your message for every young in the Arab world who want to take the same path as you? Have a good players. Have Messi in the past, have Haaland now. This is my success. No, I'm not joking. Huh? It's the truth. So. جزيلا لحذيفة بيب جوارديولا، وكان له معه اللقاء اللي انتشر على مستوى العالم كله. بعد الفاصل استقبل صديقي العزيز عمر عبد الله، نتكلم بشكل تحليلي عن دوري ابطال افريقيا وعن الشامبيونز ليج في اوروبا ومواضيع اخرى. خليكم معنا على اون تايم سبورتس. عمر عبد الله طبعا مبسوط ان الاهلي كسب وده عادي، لكن مبسوط اكتر من فوز الاهلي انه مانشستر سيتي كسب الانتر. لانه تخيل كده واحد بيشجع يوفنتوس يقعد يصرف يصرف لحد ما يجيب كريستيانو شخصيا ويمشي كريستيانو، ويجي بعدها الانتر يوصلوا نهائي اوروبا ليج ويوصلوا نهائي تشامبيونز ليج. ايه تاكيد لوكاكو عندك دلوقتي اعظم العظماء اللي في التاريخ، اعظم لاعب في العالم اللي في التاريخ، شال واحده في اليوروبا ليج وشال واحده في تشامبيونز ليج. فيعني والله خد بالك، انا من كتر ما انا كنت بشجع السيتي ما قلتش اني بشجع السيتي عشان ما تحسدوش ما تصيبهمش لعنه اليوفنتوس في النهائي. والله عدت جايين لهم دلوقتي يعني ماشي. طيب مع عمر هنتكلم عن الشامبيونز ليج الافريقي والاوروبي، لكن الاول مستكملين مع او مكملين مع رحله الاهلي وفوز الاهلي واللي حصل امبارح في المباراه مع الاهلي. هنحلل بعد الدقيقه 70 ولا قبل الدقيقه 70 عشان تختلف الحياه؟ هنحلل من البدايه عشان ندي كريدت للمدير الفني. ارجوك يا فندم. لان القصه كلها بالنسبه لي عند مارسيل كولر. حلو. خلينا في الاول نقول ان لا يخفى على احد، والكلام ده اتكرر كتير جدا جدا، ان مباراه سان داونز كانت مباراه فاصله، بس كانت فاصله الى اي مدى؟ تعال نشوف شويه ارقام كده معانا. يلا بالظبط كده. الاهلي ما بعد مباراه سان داونز الخماسيه اللي في بريتوريا لعب 8 مباريات، فاز 6 اتعادل 2 ما اتهزمش ولا مباراه، احرز 15 هدف ودخل في مرمى هدفين الاثنين في النهائي. فبالتالي انت بتتكلم في تحول جذري في مسيره الفريق داخل دوري ابطال افريقيا. كويس. طيب احنا ليه هنبدا من الارقام دي وليه هنبدا من قبل الدقيقه 70؟ لان ما حدث في الدقيقه ما بعد الدقيقه 70 هو مبني على اللي حصل ما قبل الدقيقه 70. تقول لك قد ايه المدير الفني ده عايش الجيم وبيرد حتى على الانتقادات اللي كانت بتقال عليه او اللي بتتقال عليه ان هو الراجل ما يغيرش غير متاخر. وانا نفسي كنت شايف ان التغييرات اتاخرت في مباراه الذهاب لحد الدقيقه 83. بس تعال نشوف معانا ثلاث صور خرايط قبل ما نروح للملعب. دي تشكيله الفريقين. الاهلي هو الغامق. حلو. تمام.
فبالتالي احنا بنتكلم ان الاهلي بيلعب ب 4 3 3 او 4 1 4 1 المفضله نسبيا لمارسيل كولر مقابل 4 4 4 2 3 1 لفريق الوداد، واللي لجأ لها فاندر بروك حديثا، لان هو الوداد بيلعب 4 3 3 بيلعب 4 4 1 1 زي ما لعب في مباراه الذهاب، وهنا وهنا حط ايمن الحسوني عشان يقابل مروان عطيه. شوف الصوره اللي بعديها، يلا ده الافريج بتاع التحركات. كل اللي يهمني هنا يا محمودي في بدايه المباراه، واللي عشان كده رحنا له قبل الدقيقه 70، الناس اللي تحت هنا، الناس اللي عاملين الدبل اب على علي معلول او الاوفرلود على علي معلول. بص هنا حط ايوب العملود وحاطط اوناجم الاثنين على علي معلول، وده يفسر لك ليه الاهلي في اول 45 دقيقه كان مضغوط جدا في الحته دي. لو رحنا بقى للحالات اللي في الملعب هتبين لك الشكل ده كله. نروح بس الصوره اللي جايه، الخريطه اللي جايه هنا، هنا توزيع الهجمات. اللي حصل من التحركات ده خلى ان الوداد هاجم 52% من هجماته من ناحيه اليمين، يمين الوداد شمال الاهلي. فالاهلي كان محطوط في موقف صعب جدا 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 في بدايه المباراه. هنا قدامك حل من اتنين، يا المدرب المباراة طفلت منه خاصة انه اخترق من الناحية دي ودخل فيه هدف من الناحية دي، يا تقدر ان انت تعدل. فتعال نروح بقى للملعب او للحالات، وبالذات وبنقولها تاني ان كولر في ماتش الذهاب والماتش ده قال انا طلبت من اللعيبه ان هم يضغطوا من قدامه، ده ما حصلش بالزبط. في الماتشين بالظبط. لكن هو القصة ان خد بالك برضو جوارديولا نفسه وقف على الخط قال ريلاكس، فيعني بس بعد ما زعق 50 مره بالظبط، يعني زعق 50 مره وبعدين مره ريلاكس. المقصود ان المباريات النهائيه دايما فيها توتر. تعال نشوف بقى الحالات هنا ونشوف قد ايه كان علي معلول. نمشي الحاله معانا هنا، الهجمه بتبدا من عند الوداد، لو رحنا للصوره اللي بعدها هتلاقي قد ايه علي معلول بالظبط. علي معلول كان متساب لوحده تماما بدون مسانده من اللاعب رقم 8 اللي قدامه اللي هو حمدي فتحي او حتى مروان عطيه في اوقات كتير. مشي الهجمه عادي بسرعتها، كرة هنا وصلت لسامبو ماشي بعديها. هنا الاهلي بالظبط، هنا علي معلول لقى نفسه اتنين عليه، لان خد بالك اللي داخل هنا مغطي ده محمد هاني في كرة ثابتة. فالموضوع كان صعب جدا على الاهلي، وديانج في مركز قلب الدفاع فنتج عنه الفاول الاولاني اللي هدد مرمى النادي الاهلي، وكان في الدقيقة 4 من بداية المباراة. بعد الكرة دي ما هتترد هتروح لأوناجم، هيعمل علي معلول معاه فاول. ده في الدقيقة 4. شوف الصورة اللي بعدها، نمشي الصورة اللي بعديها نفس القصة. هنا بيبدأ خد بالك كل بداية هجمات الوداد على الناحية اليمين على طول مباشرة. هنا بقى اللي يهمني ان اللي بيستلم وضاغط عليه علي معلول ده أوناجم. بص أيوب العملود فين؟ ده الراجل اللي مستلمه حمدي فتحي، حطه على طول في قلب الملعب كلاعب رقم 8 فساحب معاه حمدي فتحي تماما. عشان كده بيحط علي معلول دايما واحد على واحد. ده يفسر لك الناس ممكن تشوف ان علي معلول مهزوز، هو مش مهزوز، هو في جيم بيتلعب عليه. ماشي الصوره تاني، ماشي الهجمه عادي جدا، بدات الهجمه تمشي ويحصل الاوفرلود تاني على علي معلول لحد ما اتعمل الفاول التاني اللي كان في الدقيقه 7 اللي انتج الكره الخطر التاني. بص نفس بعد الكره ما اتخطف التاني هتلاقي نفس الضغطه او نفس الخطا اللي انتج مباراه من تاني، وبعد كده فاول مباراه الذهاب. نمشي الهجمات معانا لحد ما نوصل لحد الدقيقه 27 او الدقيقه 28، لان هنا زي ما بقول لك اتخطفت وعمل الفاول التاني اللي نتج عنه الكره الخطر اللي تصدى ليها شناك. ممتاز. نفس القصه، بص احنا هنا الدقيقه 12 بيبدا على ناحيه اليمين، ماشي كره يحيى جبران للعملود. العملود مش واخد الخط يا محمودي، انت هتلاقي ان اللي واخد الخط أوناجم، واللي داخل في العمق العملود ده اللي هو الظهير الايمن، فبالتالي في اختراق. بص الراجل وصل لحد فين وسدد الكوره ضعيفه لحد اما وصلنا للدقيقه 27. نفس القصه بنفس الكلام، هو ماشي الهجمه عادي جدا، الباص باص او تمريره هتلاقي ان الهجمه انتجت في النهايه الكوره اللي احرز منها الوداد الهدف الاول. خليك على تمركز رقم 22 العملود اللي دخل لقلب الملعب وساب علي معلول في واحد على واحد مع أوناجم، انتج منها الهدف الاول. فبالتالي هنا كان عندك مشكله كبيره، لكن هل كولر فضل واقف؟ مشكله كمان عشان تبقى واضحه كليه، يعني عمر اللقطات دي برده كان حسين مش مع حد، مش موجود ولا حسين بيرجع، يعني مشكله في الترحيل بوضوح عند الاهلي بالظبط. لان هنا بقى تعال نشوف الصوره اللي بعديها، كويس انت كانت فيها. تعال نشوف الصوره اللي بعديها، ودي صوره زميلنا العزيز محمد عماره مصورها من الملعب. هنا كولر وهو بيتكلم مع علي معلول في الدقيقه 25 تقريبا، يعني قبل الهدف بدقيقتين، الراجل فطن للازمه، جاب علي معلول لوحده. وبص اشاره علي معلول، انا لوحدي، انا بلعب في الحته دي لوحدي. نمشي بقى الصور اللي معانا لحد ما نوصل للشوط الثاني. انا هجيب لك تعديله بسيطه جدا ما بعد الدقيقه 70. بص بقى وقف النادي الاهلي،
هنا ما بقاش متساب علي معلول لوحده، لان قفشه رجع عند قلب الملعب فاضطر العملون ان هو يتثبت مكانه، وقلب الاهلي الطريقه ل 4 2 3 1 صريحه. بقى موجود خلاص الاهلي بيلعب ب 4 2 3 1 ماشي الهجمه معانا، فبدا الوداد يخرج على الناحيه اليمين ويغير طريقته. ايه اللي حصل؟ ان ديانج نزل في قلب الملعب، فبقى الاهلي بيلعب فلات بالعرض، الاهلي بقى بيلعب فلات، عنده اتنين سكرين قدام قلب الدفاع، رباعي ده قلب الدفاع، فبالتالي بدا الاهلي يستعيد انفاسه بشكل كبير جدا جدا في المباراه. ونفس القصه في هجمه تانية بعديها، هتلاقي ان علي معلول ما بقاش متساب لوحده، لان بدا بعد كده بالظبط، بص بدا سامبو اللي هو المحطه اللي كان سند في اول فاول ما يبقاش متساب، والناحيه التانية حمدي فتحي رجع يساند معاه. طب ايه الفرق ما بين ان حمدي فتحي رجع يساند هنا وما كانش بيساند في الناحيه التانية؟ ان ال 4 3 3 او ال 4 1 4 1 بتسيب لاعب واحد على الدايره، عكس ال 4 2 3 1 بتحط اثنين ديفندرز او اثنين لاعبي وسط بيبقوا سكرين، عندهم حريه التحرك العرضي. فانت هنا بتتكلم في مدير فني في وسط الضغط ده، في وسط الاداء ده، قادر ان هو يعيد النادي الاهلي ده من ناحيه تانية. يقول عشان دي كنت بتكلم فيها قبل الفاصل، ان فاندنبروك مدرب كبير جدا، ان مدرب فهم حتى لو بتلعب على لقطه او اثنين، لكن في النهايه بتنجح. ده اكيد، ريح في الذهاب وفي الاياب وصن داونز رايح جاي، خد بالك صعبه جدا. خد بالك انت بتتكلم في ان اللقطات اللي انا جبتها للعملود دي، انت لو جبت الهدف اللي في مباراه القاهره، هو العملود متحرك نفس التحرك ونجم، هو الهدف جه ازاي؟ كوره من يحيى جبران ونجم كان واخد الخط سندها واحده للعملود في المكان ده، فبالتالي هو مدير فني كان عنده سلاح لعب عليه ونجح فيه في المباراه. يا اخي برضو يعني تعالى عندهم مع بعض، العملود ليحيى عطيه الله للحسوني ليحيى جبران لسامبو لزهير المترجي لبوهره، فرق حامل اللقب يعني لحد امبارح هو كان حامل اللقب، ولكن لا يعني بوضوح في فرق عن الترجي عن الرجاء. طبعا في فرق بوضوح. طبعا هو 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 فارق عن الترجي بكتير، لان كمان الترجي بيعيش فتره من الفترات اللي ليست جيده بشكل كبير جدا، ولكن في النهايه مشكل يعني مشكلته في الاخر ان هو اصطدم بالاهلي. الاهلي عنده خبرات كبيره وعنده مدير فني كبير قدر ان هو يعيد نفسه زي ما احنا شفنا في المباراه بالحالات. لكن في المجمل يا محمود، انت بتتكلم في مباراه فقيره فنيا، هي تكتيكال فيها رايح جاي، لكن هي مباراه كانت فقيره فنيا، بدليل ان هي حسمت بضربتين ثابتتين يعني. فبالتالي انت بتتكلم في مباراه نهائيه كان فيها اداء جاي، في مدرب لعب على لعبه ولعب على ريسك وغير طريقه لعبه اللي هو فاندر بروك، لكن في ناحيه ثانيه مدرب محترم جدا مارسيل كولر قدر انه يقرا الجيم، حتى قال في رساله ان لو الامور تستدعي التغيير المبكر انا هغير مبكرا، لانه عمل اربع تغييرات لحد الدقيقه 70 في مكان يؤخذ عليه انه بيبدا التغيير الاول في الدقيقه 75. طيب انا اتكلمت في دي بس عايز اتناقش معاك فيها برضو، فكره ان كولر امبارح كان معايا كابتن وليد صلاح الدين في الاستوديو، فكان بيتكلم على انه من الناحيه الخططيه هو كان بيفضل موسيماني، لكن من ناحيه التعامل مع الاعلام والصحافه والتعامل الهادئ شويه كولر مشى الامور كويس. لكن انا كنت واقف عند الحته دي لاني قلت لما كولر في ماتشين تقول ان انا قلت حاجه واللعيبه ما نفذتش، فده احيانا بيحتاج انك تزعق شويه، انك تبقى اشرس. طب جرب كونتي مثلا على سبيل المثال، ومجرب مدربين في ناحيه ثانيه تماما من العالم يعني. فهل شايف ان ده كان مطلوب؟ يعني مثلا هديك شويه لقطات. حسين يتخانق بس مش الدرجات دي. مره مع الحكم والمدرب بيكون له في النهايه نظره انه انت بتاخد من مدربك. مره مع الخط. تحس انه في النهايه المساله كانت محتاجه حزم يمكن اكتر من كده شويه. بس انا 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 بشوف ان كولر صارم. بس ما بيزعقش يعني هو عند لان غير حسين الشحات دي 58. بص خلينا نتكلم ان كان واضح تماما، وهي دي مش معلومه ده توقع، ان الفرق ما بين الاهلي في الشوط الاولاني والشوط الثاني هو الهدوء، فواضح انه خد على راي مورينيو 14 دقيقه من ال 15 بيقول لهم اهدوا. لما نزل الشوط الثاني وشاف ان حسين لسه اون فاير، لان فنيا خلينا نقول ان الجابه وسعت ما بين حسين وعبد القادر، فلو انت هتتكلم فنيا حسين هيكمل ال 90 دقيقه 100%، لكن هو لقى ان حسين لا لسه اون فاير، لسه مش قادر، فراح مغيره في الدقيقه 58. هو بس مشكله كولر ان هو من المدربين اللي على الخط ملوش حركات، يعني ما بيتحركش، هو واقف هادي جدا جدا. هو سويسري، خد بالك فايلر كان كده وكان صارم جدا جدا جدا، يعني فايلر كان بوكر فيس لكنه كان صارم جدا جدا. من الناحيه ناحيه الشخصيه هو ممكن يكون يعني انت تشوف ان هو محتاج يشد شويه على الـ على الـ على اللعيبه، لكن انا بشوف وجهه نظري انا ان هو بيعرف يسيطر على الامور باقل قدر من الانفعالات، حتى ده كان واضح في تصريحاته اللي كانت لما بتحتاج ده مع الاعلام برنس. طبعا، ودي برنس دي نتيجه خبرات كبيره. وانا عندي سلوجان بقوله على
الراجل ده من اول ما جه. الراجل ده سال على الاهلي وده اول انواع التعارف. ايه هو الاهلي؟ فهو عرف ان الاهلي فيه كذا وفي كذا وفي كذا، وان المدرب اللي قبله كان عنده مشكله في التعاطي مع الازمات الاعلاميه، كان عنده مشكله اللي في, في 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 اللعيبه والاجهاد. ممتاز. فتلافى العديد من الاخطاء اللي طيب. كانت في الموسم الماضي. قبل ما نروح على الشامبيونز ليج الاوروبي لازم نعدي الاول عن رحله الاهلي عند خمس لعيبه لا يقلل اختيارهم من بقيه اللعيبه اللي كانت موجوده في القائمه، لكن خمسه صنعوا تفوق للاهلي في دوري ابطال افريقيا اكتر من غيرهم على مدار مشوار البطوله من رقم خمسه لرقم واحد كما اعتدنا دائما. اتفضل يا فندم. طيب جيبك احنا في الحاجات الكبيره دي على طول. يلا بيه. رقم خمسه محمد عبد المنعم. اها خمسه؟ اه يا راجل. ما يعني ماشي عشان هفاجئك. ماشي رقم واحد. اوكي خمسه عبد المنعم. محمد عبد المنعم كان حاسم جدا، هو اللي بدأ البطولة بهدف اتحاد المونستيري خارج أرض الأهلي، هو اللي أحرز هدف مهم جدا في مباراة سان داونز في القاهرة، هدف الرجاء وهو بيفك المباراة، وطبعا هدف البطولة. فمحمد عبد المنعم هو رقم خمسة بالنسبة لي. شخصية يا أخي. آه طبعا على السن وعلى الخبرات وعلى التواجد في الساحة من 22 ل 23. يا لهم ولا إيه بنحبك يا منعم. كانت حلوة جدا. فهو طبعا لعيب كبير وينتظر مستقبل كبير جدا إن شاء الله. أربعة. رقم أربعة علي معلول. واحد من أهم المفاتيح اللعب اللي ممكن تشوفها لدرجة إن أنا اتمنيته مكان ألكسندر. أحلى صورة امبارح لو موجودة يا جماعة معانا يا ريت نعرضها. أحلى صورة امبارح هو وعبد المنعم بيعاتوا مع بعض. بالظبط. لأن هما اللي شالوا بالظبط. يعني هما بالظبط هي دي. هي. يعني هو بيقول له شلت من علينا كتير يعني. والله. وهو الأسيست وعبد المنعم الهدف. فكناها وحلناها. بالظبط. وواحد من اهم مفاتيح اللعب خبراته كبيره جدا جدا، بيعرف يتعامل مع المواقف. عارف دي تقول لك ايه؟ دي تقول لك ان النوايا كويسه. يا جماعه استنى يا جماعه بعد اذنكم، النوايا كويسه جدا. يعني واحده زي دي ان عبد المنعم ومعلول الاثنين مع بعض هم اللي يشيلوا الذهاب في الجون ويحلوا، الثانيه بتاعه شناوي مع شوبير طبعا، الثالثه عند هاني كمان لو انت فاكر الهاني اول الموسم كان الكلام عليه لحد كاس العالم. يعني انا هاني لولا رقم واحد اللي انا مختاره انا كان هاني كان هيبقى خمسه وهرحل. بالظبط. يعني ثلاث صور بتقول لك فعلا ان النوايا كويسه والكل شغال بما يرضي الله. يعني دي حقيقة. الكل بيحاول يعني. عشان كده اللي بيتكلم في ان البطوله راحت للاهلي او المنعرجات او ضربه جزاء اطهر الطائر هو في النهايه الحظ لا ياتي الا للمجتهدين. مش قوي يعني. لا مش على دي. على مش على دي قوي يعني. على اوروبا اللي لسه هنروح. مش بالضروره. بالظبط. فانا بشوف ان علي معلول خبرته واكتر صنع على صنع اهداف في البطوله صح في صح نهايتها صح. يعني اوكي رقم ثلاثه بيرستاو. امال ده يعني برهن على حضر الشنطه وماشي خلاص. برهن على فكره الكواليتي والمنتاليتي. لان نفس اللي كان بيتقال على يعني خلينا نقول ان في نهايه الموسم الماضي ماشي 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 وماشي بيرستاو اللي احنا صفقه فشل. الراجل ده علامه فارقه في دوري ابطال افريقيا. ده اللي قبل اي حاجه يقول لك ان كولر مدرب 100% حاجه 100%. ده ما تالقش مع ابن بلده اللي هو المفروض انا جاي عشان خاطر موسيماني. لا 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 كسر الدنيا مع مارسيل كولر. مباراه سان داونز الكارثيه كان افضل لعيب في الاهلي وكان من افضل لعيبه المباراه. يعني هتحطه مع ال11 بتوع سان داونز. مباراه القطن الكاميروني 3 اسيست وجون. مباراه الترجي هناك، مباراه الرجاء هنا اسيست، مباراه الوداد هنا جون. لا لعيب كواليتي عالي جدا 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 وفرق بشكل كبير جدا. لعيب دوري انجليزي برضه يا عمر. يعني كواليتي. في النهايه قصدي بتفرق. يعني احنا مثلا لما احنا قلنا معلول وبن شرقي وفرجاني هم دول عملوا ايه؟ دول لعبوا ماتشات ديربي كتير قدام جمهور كبير، احتكوا باعلى المستويات عندهم ولفوا مع المنتخب. طيب ما دي الخبره. الاسامي اللي انت قلتها دي هي اللي ينطبق فيها معايير انتقاء اللاعب المحترف. صحيح. لعيب دولي في منتخب بلده عنده خبرات قائد. انت بص على بن شرقي لعيب دولي في منتخب تونس في منتخب المغرب الاساسي، لعيب دولي في منتخب تونس. علي معلول لعيب دولي على في منتخب تونس طبعا. بالظبط. لعيب دولي في منتخب تونس. بيرستاو لعيب دولي في منتخب جنوب افريقيا. اي لعيب هتجيبه هتحس فيه فرق كواليتي هتلاقيه دولي في فرقته. يا راجل ده جون اوشايا لاعب المقاولين المتالق هذا الموسم دولي في منتخب اوغندا. صح. فانت لما تحط في لعيب فلوس لازم يبقى فارق عن اللي عندك 100%. رقم 2 حسين الشحات. الراجل ده عامل ريمونتادا غير طبيعيه. صح. رغم تحفظنا طبعا على التصرف امبارح والانفلات العصبي، ولكن عامل ريمونتادا جباره في المستوى وفي مصالحه الجمهور. مفيش مباراه مهمه في دوري ابطال افريقيا السنه دي لم يكن حسين الشحات باصما فيها. بدايه من مباراه الهلال المفصليه اللي احرز فيها هدفين لحد مباراه الذهاب بتاعت النهائي اللي صنع فيها هدفين. لعيب كبير جدا، لعيب اثبت كفاءه بشكل كبير جدا، لعيب اثبت ان هو لما هيركز في الملعب هيدي الكواليتي اللي جمهور النادي الاهلي مستنيه. بجانب تغيير المركز.
الراجل ده انا بحس انه ظلم نفسه انه لعب على الخط كتير، لانه لما لعب في الناحيه العكسيه ورجله بقت في الملعب 100% بقى احسن بكتير. على الصعيد الدولي ايه الاخبار؟ ما هو الصعيد الدولي انت مشكله حسين انه بيلعب في مكان صلاح في الناحيه اليمين، وفي الناحيه الشمال انا بشوف انه ممكن يوجد حل كبير لفيتوريا اللي جرب استمرارا لكيروش، يعني عمر مرموش شويه ومحمد شريف شويه ممكن يكون له دور كبير في ناحيه الشمال اكتر من ناحيه اليمين، لان ناحيه اليمين طبعا ضبه ومفتاح يعني محمد صلاح. يا تتحول 8 يا ما فيهاش عشان كده زيزو ده من زمن الزمن، عشان كده زيزو تكيف مع 8 ومع فيتوريا في الأربعة 3 3 بيلعب 8 ناحيه اليمين، ملهاش حل ملهاش حل يعني. يلا رقم واحد اند ذا وينر از اهو. انا عارف ان انت قلت لعيبه بس ما لقيتش بصراحه، لان كل اللي فاتوا دول بقى يا محمودي تطورهم بسبب الراجل ده. صح، التطور الفردي للعيبه حتى لو مش هتتكلم على الشكل الجماعي، التطور الفردي للعيبه كان بسبب مارسيل كولر. مدرب قدير بمعنى الكلمه، وانا طبعا بحب اي مدير فني يضيف للعيب المصري. حبيت كيروش رغم التحفظات اللي عليه، حبيت فيريرا في فتره تالقه قبل ما يحصل له داون جريد في الفتره الاخيره مع الزمالك، حبيت مارسيل كولر. اي مدير فني هيجي هيحط بصمه مع اللعيب المصري بالشكل الواضح ده فرديا وجماعيا لازم ياخد الكريديت بشكل كبير بدون نقاش. بعد الفاصل هنروح للتشامبيونز ليج الاوروبي وتتويج السيتي وشويه كلام عن اوروبا مع عمر عبد الله، خليكم معنا. جوارديولا ياخد دوري ابطال اوروبا ويقول بشكل كوميدي يمكن جدي والله اعلم انه ريال مدريد يجب ان يحذر، احنا قادمون بقى عندنا واحده هم 14 بس جايين على الطريق قدامنا 13 سنه يعني وتمشي الامور. وصديقي حذيفه على السكايب كان بيقول انه الصحفيين الانجليز المقربين لجوارديولا كانوا بيقولوا ان الراجل ده عايز يعيش رحله سير اليكس فيركسون مع مانشستر يونايتد، يعني انا قاعد مرابط 20 سنه معاكم ومكمل، ولو قلبت الدنيا التاريخ كله هيتغير. فاذا كنت فاكر ان المساله كوميديه فجوارديولا هو مخططه طول ما انا في الكوره انا ممكن اكمل مع السيتي الى ما شاء الله الى ما شاء الله. اولا ده ممكن يحصل، وثانيا هل ريال مدريد او غير ريال مدريد برشلونه مثلا الاقرب يعني برشلونه ميلان بايرن ليفربول الناس القريبه تبدا تخاف من عصر السيتي ممكن ياخد ثلاثه تشامبيونز ليج ورا بعض زي ما الريال عمل قبل كده مثلا، ولا ايه الحكايه بالظبط؟ لا هو ريال مدريد ما ينفعش ان هو يفكر في السيتي مع احترامنا يعني طبعا. ريال مدريد انت عايز 13 سنه ما حدش ياخد اي حاجه عشان انت تقرب من ريال مدريد. صحيح، ولو كلهم ما خدوش لا ريال مدريد هياخد فهيفضل يوسع معاك. لا طبعا هو الاوقع اللي انا حاسه انه ارسنال يخاف، يعني بتكلم في سابق الدوري انه سيتي ممكن بعد شويه مواسم يقرب من يونايتد وليفربول 100%. لكن هي في تشامبيونز ليج الموضوع صعب جدا جدا، لان بطوله هو نفسه ما نجحش فيها لفترات طويله، لان هي بتعتمد على تفاصيل اكبر من قدراتك كمدرب. وهو نفسه اسوأ مباراه نهائيه لعبها هيكسبها. صح، يعني مباراه تشيلسي كان افضل بكتير جدا جدا، المباراه اللي خرج فيها توتنهام واللقطه التاريخيه بتاعته لما اتلغى الجون بتاع ستيرلينج هو كان افضل بكتير جدا جدا، فهو في واحده من اسوأ مبارياته توج باللقب. لكن الحقيقه ان بيب جوارديولا وضع مانشستر سيتي في مصاف لم يكن يتخيله احد على الاطلاق. بروجكت مانشستر سيتي بروجكت ناجح جدا جدا، خلينا نتفق ان هو ما اتبناش على البروباجندا اكتر ما اتبنى بدفع، بس بدفع في مين؟ صح. الناس بتبص ان الفريق بطولات كتير وفلوس كتير ونجوم كتير، بس الناس ما بتاخدش بالها ان 50 60 70% من النجوم دول هم اتصنعوا جوه مانشستر سيتي في المصنع بتاعنا بتاع بيب جوارديولا. فبالتالي هو لا بيدور على التاريخ، بيدور على الليجاسي، وهو بيعمل كده في البريمير ليج، بيعمل كده في البريمير ليج، وطبعا محتاج ان هو يعمل كده في تشامبيونز ليج، وان كان هو احساسه انه فك العقده، ان ان انك عارف انت مطالب ان ياخد تشامبيونز ليج هو والسيتي، فلما فكت هيلعب باريحيه اكتر. لكن الحقيقه ان هو السباق بعيد جدا جدا. طيب السباق القريب هو برشلونه بايرن ليفربول ميلان اللي عنده اربعه وخمسه وسته وسبعه تشامبيونز ليج، يعني برضو بعيده بعيده. هو مش شاري انه في حاجه انارو لا انه اثنين ثلاثه ورا بعض، لا هو يوفنتوس اثنين يعني يجيبوا السنه الجايه عادي جدا. لكن ياخد اثنين او ثلاثة ورا بعض انت مستبعد ده؟ وارد، بس حتى لو خد الاثنين والثلاثة ورا بعض برشلونة خمسة تشامبيونز ليج او ستة تشامبيونز ليج، ليفربول ستة تشامبيونز ليج، برشلونة خمسة تشامبيونز ليج، لا الموضوع بعيد شوية محتاج حاجات كتير. بس لو اتكلمنا على بيب جوارديولا نفسه معانا كام صورة كده وكام رقم، او تعالى نشوف الاحصائيات الاول، يعني معانا احصائيات الاول عشان عايز ارد على نقطة يا محمودي بتتقال كتير جدا على بيب جوارديولا.
صافي الانفاق. صافي الانفاق خلينا نتكلم ان مانشستر سيتي حينما تم شراؤه من مجموعه ابو ظبي كانت القيمه السوقيه للنادي 512 مليون باوند. احنا النهارده بنتكلم في 5 مليار باوند. من 2008 لحد النهارده 15 سنه تقريبا. بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي في الانفاق، انفق مانشستر سيتي تحت قياده بيب جوارديولا من صيف 2016 مليار جنيه استرليني. رقم مرعب كانفاق. صحيح. بس هي مش انفاق بس، لان صافي الانفاق تحت قياده بيب جوارديولا 478، الصافي ده اللي هو دفعت وجالك، فالصافي 478 مليون جنيه استرليني. هل ده رقم كبير؟ تعال نشوف قياسا بالبطولات اللي حققها مانشستر سيتي هو قد ايه جنب مانشستر يونايتد مثلا اللي صافي الانفاق بتاعه داخل وخارج 835 مليون جنيه استرليني. فانت هنا بتتكلم في النص مع نجاحات تصل للضعف او لا تكاد تكون مفيش اصلا مقارنه ما بين النجاحات يعني. نخش في اللي بعديها. مانشستر سيتي بيحل في المركز العاشر ضمن اكتر الانديه الانجليزيه انفاقا في الفتره الزمنيه دي. فانت بتتكلم في رقم كبير جدا، رقم 10 في 9 انديه قبليه، مانشستر يونايتد وتشيلسي وارسنال وليفربول وتوتنهام واستون فيلا ونيوكاسل وويست هام بيسبقوا مانشستر سيتي في ده من 2016 من اول ما جوارديولا مسك. اوكي. فبالتالي كل الفرق دي، لكن هل في فريق من دول حقق نفس النجاحات؟ مستحيل. ما في، ما حصلش. اللي خد تشامبيونز ليج ما خدش الدوري بنفس الرقم، اللي خد الدوري ما خدش تشامبيونز ليج، اللي يعني في حاجات كتير جدا. الاكبر بقى من كل ده عشان نعرف صناعه الكوره يا محمودي، صافي الانفاق اللي احنا قلناه في الخمس ست سبع سنين دول 475 تقريبا، زي او الرقم اللي احنا 470 مليون. العوائد بتاعت السنه دي فقط 300 مليون جنيه استرليني. ممتاز. كرة القدم صناعة، عشان كده لما تقول ان في ضمان لما بتعقد مع جوارديولا اني كسبان كسبان، انت كسبان 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 في القيمة السوقية اللي ضعفت 10 مرات ل 5 مليار، كسبان في ان انت صافي الانفاق بتاعك السنة دي هيبقى 140 مليون ولا 170 مليون فقط في كام سنة بعد كل النجاحات دي. فبالتالي بيب جوارديولا ينفق ولكن الغالي ثمنه فيه. امال امال والله. طبعا لو صدفك الحلقه دي او الفيديو ده وانت ماشي في السوشيال ميديا، هات الناس اللي عماله تقول لك الانفاق والمليارات والحاجات دي، قول له بس عايزينك في كلمتين هنشوف الموضوع ده. صناعه ونجاح واستمراريه وصبر، سيتي من اعظم المشاريع الاستثماريه في التاريخ، مش بس في الوقت الحالي. 100% يعني. مشروع استثماري عظيم جدا اتبنى على مهل. كان في بروباجندا طبعا، لازم تعمل بومينج في الاول طبعا، لكن في النهايه المشروع وصل لحد فين؟ نجاح رياضي ونجاح اقتصادي مهول. طيب. عشان كل واحد بيعمل دوره في النادي. في كاس العالم الكل كان مستني ميسي، او بعض الجماهير مش الكل، لانه كان في ناس بالنسبه لها كاس العالم ده ولا اي حاجه، ميسي كده كده خطب الكوره. لكن ميسي ختم الكره حرفيا قدام عيون كل الناس، وخدت كل حاجه وانا الافضل في التاريخ وهكذا وهكذا، وكان معروف ان الصراع بين ميسي كريستيانو رونالدو داليما مارادونا الحاجات اللي عامله كده يعني. جوارديولا بالتشامبيونز ليج ده ختم الكوره لدرجه ان اونري قال له بص امنت بالله يعني انت اعظم حد في التاريخ بشكل عام يعني. انا بقى سؤالي، هو جوارديولا كان واخد الشامبيونز ليج ده علشان يفض الشراكه مع مين؟ يعني مين تاني افضل مدرب في التاريخ لو اعتبرنا ان جوارديولا هو رقم واحد على الاقل في اللي شفناه، انا مش بتكلم في القديم. في العصر الحديث كان جوارديولا بيتخانق مع مين واللقب ده فرق بينه وبينه؟ هي الخناقه طبعا الهيد تو هيد من ساعه ما طلعوا هو مورينيو. مورينيو نزل قوي في السنين اللي فاتت، ولكن كان مورينيو دائما ما يقول انا توجت بدور الابطال مع فريقين مختلفين. انا عندي لقبين، هو وانت كان عندك لقبين، بس انت الاثنين خدتهم مع برشلونه وميسي. هو فض الشراكه كانت ما بين جوارديولا وما بين نفسه، انا ما كسبتش بفضل ميسي. انا مدرب اعرف اكسب من غير ميسي، وهو ده اللي عمله السنه دي مع 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 مانشستر سيتي. لان ما بعد جوارديولا ميسي لم يتوج بدور الابطال غير مره واحده بس، كانت مع لويس انريكي. وما بعد ميسي جوارديولا توج بدور الابطال مره واحده بس وبدون ميسي. فكانت فض الشراكه كان في الحته دي، في الجمله دي، انت يا عم ما بتعرفش تكسب غير من غير ميسي، هات له ميسي يلحقه. لكن هو فض الشراكه في الحته دي. يعني العركه مع مورينيو، العركه كانت مع مورينيو وبشكل او باخر في السنين الاخيره مع اليكس فيرجسون. لان هو يعني مسك المطرقه ويحطم في ارث اليكس فيرجسون. الراجل الوحيد اللي خد 3 دوري انجليزي ورا بعض، جه خد له 3 دوري انجليزي ورا بعض، خد لقب سير لو تفتكر عواجيز اللي زينا يفتكروا على ثلاثيه 99. طب ما انا واخد ثلاثيه السنه دي، تاني فريق انجليزي في التاريخ ياخد ثلاثيه. طيب
مدينه وحيده كانت لها ديربي فاز بدوري الابطال. امال بقت في مدينه ثانيه. زميلي عمر طبعا. فبالتالي حبيبنا طبعا حسين ياسين طبعا طبعا. لكن في النهايه انا بشوف ان الشراكه او الصراع كان ما بينه وما بين مورينيو في السنوات الاخيره. انشيلوتي مش في الحسبه دي خالص. بص انشيلوتي ما بيتحطش في القصه دي رغم ان انا معايا صوره، يا ريت يعني لو نعرض الصور كان معايا الصوره اخر صوره اللي هي بتاعت بيب جوارديولا المدرب الوحيد اللي بيتفوق على كل الاسامي الكبيره هو كارلو انشيلوتي الوحيد اللي معاه 4 تشامبيونز ليج في حين ان بيب جوارديولا 3 بالظبط هي دي. كارلو انشيلوتي 4 بيب جوارديولا 3 زين الدين زيدان 3 بوب بيزلي 3. طب انشيلوتي بقى بيتفوق على كل دول في ايه؟ ان مع ميلان تمام ريال مدريد شغال فاربعه تشامبيونز ليج لكارلو انشيلوتي رقم كبير جدا. ولكن ليه انشيلوتي مش مع الناس دي يا محمودي؟ لان انشيلوتي مش عارف يبصم على انه مدرب دوري. وكل المدربين الكبار اجمعوا واخرهم بيب جوارديولا ان الدوري هو المحك بدون نقاش. انت طبعا بدون نقاش عارف ان الجيل الاسطوري الميلان حصد لقب دوري واحد. الناحيه الثانيه تاريخ انشيلوتي كله 4 دوري. هو بالمناسبه ده السبب اللي بيخليني اتخانق معاك ومع الجمهور بتاع ايطاليا عاده في فكره كابيلو. طبعا كابيلو الدوري خلصان من يناير. احنا على ليب ومعايا حد وعلى ساكي وعلى انشيلوتي ومعايا حد وعلى اي حد مع ميلان تاخد دوري بلا هزيمه. ميلان يوفي روما يوفي ما كنت لسه هقول لك بقى مع يوفي. طب دول منطقي. لكن انت تروح تاخد في عصر الديناصورات بروما ويوفي كان يوفي وميلان كان ميلان صحيح وانتر كان وحتى انتر حتى هو لما خد بميلان جه بعد ما ساكي قال الفرقه انتهت وخد باليوفي بعد ما توتي قال لليوفي 4 وخلاص بقيته سادس. دي حقيقه فعلا. وخد بروما بعد ما كل الناس فشلت مع روما من بعد ريدل مفيش. فبالتالي فدي عظمه كابيلو في ايطاليا 100% 100% ودي نقطه الضعف الابرز في مسير كارلو انشيلوتي ان هو مش مدرب دوري. لكن الثلاثه التانيين سواء كان اليكس فيرجسون او جوزيه مورينيو او بيب جوارديولا لا التلاتة بصمين بره جوه التلاتة يعني اليكس فيرجسون ده 13 دوري بيب جوارديولا في 13 موسم 11 دوري صحيح. ان لم تخن الذاكره يعني وجوزيه مورينيو هو جوزيه مورينيو. طيب على ذكر جوارديولا يبدو اخبار رياض محرز مع السيتي وانتقاله للاهلي السعودي كل يوم بتاخد ارضيه عن اليوم اللي قبليه. يقال انه اولا العرض 50 مليون جنيه استرليني وانه رياض ابتدى يفكر ورياض 32 سنه رغم قناعتي وكنت بتكلم في القصه دي النهارده انه رياض يناسب فرق كتير من برشلونه لميلان لنابولي لفرق كتير جدا موجوده لكن الراجل لسه ما حسمش القرار. ايه الافضل وايه الاهداف اصلا عند رياض دلوقتي؟ بص رياض ختم اللعبه اكتر لاعب عربي وافريقي توج بالبريمير ليج كان ناقصه تشامبيونز ليج وخدها اول امبارح ختم اللعبه. لكن خلينا نقول ان 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 سوق الماركت دلوقتي يا محمودي بيتدخل فيه حاجات انا وانت مش هنعرف نحسها، ما حدش يعرف يحسها. الارقام اللي بتتحط ارقام كبيره جدا جدا قياسا بالسن وانا قدامي قد ايه؟ لكن لو هتسالني انا كرأي شخصي رياض يكمل في اوروبا. رياض ما زال مناسب لفرق كتير جدا. انا معاك في الثلاث فرق اللي انت قلتهم برشلونه ميلان نابولي وان كنت اشوف ان نظر يعني وفقا للصخب المصاحب برشلونه. لان نابولي ما تقدرش تدي ضمان على نابولي خاصة مع سباليتي والكلام اللي بيتقال بالظبط وتسال الكلام اللي اتقال وهو مشي ومش عارف ايه بتاع ميلان رحيل مالديني ومسار برضو المشروع اصبح مبهم الى حد ما. لكن انت هتروح برشلونة اقل حاجة في الدنيا انت مرشح للتشامبيونز ليج ومرشح للدوري و كلاسيكو هتلعب كلاسيكو كل سنة. طب هل هو مناسب ويقدر يلعب لبرشلونة؟ انا عايز صورة واحدة بس اخر صورة معانا يلا بينا فنت. دي مقارنة ما بين رياض محرز في الموسم الحالي الذي لم يشارك فيه كثيرا بالمناسبة ورافينيا الراجل اللي بيلعب مكانه في برشلونة. احنا بنتكلم في ارقام قد يبدو رافينيا متفوق نسبيا لعدد المباريات هنا 36 مباراة هنا 30 مباراة. بس بص بقى على البرسنتج الحاجات دي بير جيم يعني في 90 دقيقة بص بقى على الأرقام يا محمود هتلاقي إن هو قريب جدا يعني في الجولز 3 من 10 في كل مباراة 4 من 10 في كل مباراة. بتتكلم في الجولز فروم ذا بوكس 3 من 10 4 من 10 تنزل تحت على الكونفرجن ريت الكونفرجن ريت أو تحويل الفرص لأهداف ده رياض محرز اعلى رغم قله المباريات 17.8% الشوت اكيورسي هو اللي متفوق او دقه التصويب 46 بتتكلم في دوري اصعب منافسين دوري اصعب دقائق اصعب دقائق ومباريات اقل. فبالتالي انت لو احنا هنمسك دلوقتي بالورقه والقلم هل هذا الرجل مناسب لبرشلونه سيبك من راينا الارقام اهي
ده منافسه على المركز الجناح الايمن لبرشلونه او الانفيرتد وينج اللي هو بيلعب برجله الشمال ناحيه اليمين هو رافينيا. فبالتالي لا انا بشوف ان رياض محرز ما زال امامه في الكره الاوروبيه الكثير لان عنده الامكانيه وعنده الاستمراريه وعنده القدرات الفنيه. لكن في النهايه بنزيما ساب وغير ده انا شايف نظره ثانيه برضو عمر انه لقب افضل لاعب في افريقيا ده منتظر يعني لازم اللقب ده يتحارب عليه كل سنه. ده حقيقي 100% وصعب انه يجي لك بعد ما تسيب اوروبا لانه عركتك مع مين دلوقتي؟ مع صلاح بالظبط مفيش عركتك مع صلاح بينك وبينه مفيش غيره مفيش غيره. فبالتالي وعلى الصعيد التتويجات انت خلاص بقيت تفوقت في البريمير ليج لان انت خدت اكتر من صلاح والتشامبيونز ليج اتساويته لكن انديفيديوال مازال صلاح ارقامه في اوروبا صح. اكبر بكتير فانت محتاج تسيب رجلك في اوروبا شويه خاصه انك تقدر يعني احنا مش ما بنتكلمش على لعيب بطل او مستواه نزل بالعكس انا بقول لك اهو بالارقام في موسم لسه خلصان من كام ساعه انت هيد تو هيد مع راجل لعب ست مباريات اكتر منك على خلاف الدقائق دي كانت مباريات كامله او جزء منها هي الفكره فقط الحاجه اللي في رايي تعوق ده ان سيتي عايز يبيع بفلوس كتير يعني سيتي عايز يكسب في مساله بيع رياض محرز فهل برشلونه هيقدر يدفع ده؟ ودي بالمناسبه لان سيتي عايز يوصل مكاسب الموسم انا قلت لك 300 مليون عايز يوصل مكاسب الموسم ل 500 مليون باوند ببيع اللعيبه الزايده زي ايمريك لابورت وزي اللعيبه واللعيبه الشباب عايز يبيع اكتر من نجم ممكن برناردو سيلفا عليه كلام في اكتر من نجم ممكن يتباع فهو فعلا ده ممكن يكون نقطه العائق اللي ما بين البيع صحيح. لبرشلونه او الانتقال للسعوديه او حتى البقاء لكن انا في رايي ان تنافسيا عنده القدره على البقاء في اوروبا وان صحيح. كان الدوري السعودي حاليا اصبح جاذب مش ماديا بس فنيا كمان يا محمودي اصبح جاذب بشكل كبير جدا جدا للنجوم الكبار. نورتنا وشرفتنا نجم الشباب شكرا جزيلا يا عمر على وجودك معاك على وجودي معاك ودايما متالق ودايما جميل عمر عبد الله في الكلام وفي التحليل او في اي قضايا. نهايه حلقه سوبر ليج شكرا لحضراتكم شكرا جزيلا وشكرا لكل زملائي اللي كانوا موجودين معايا النهارده. يتجدد اللقاء باذن الله اثنين وجمعه 9 مساء شاشه اون تايم سبورتس 2 لكم مني ومن كل فريق العمل كل التحيه من استوديوهاتنا في القاهره والى اللقاء.